تعالى ناخد بعضنا من حدث شديد الأهمية زي مؤتمر المناخ كوب 27 إلى حدث آخر شديد الأهمية أيضا على الصعيد الثقافي والفني، وزي ما دايما أقول لك كده مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو المهرجان الأكبر والأهم والأكثر فاعلية وتأثيرا في سينما وصناعة سينما الوطن العربي، المهرجان الوحيد الدولي في الوطن العربي، واحد من عدد لا تستوعبه اليدين، أظن 7 مهرجانات اللي على مستوى العالم أو 8 هم المهرجانات دولية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وكان في مشهد أكتر من رائع، ألا وهو تكريم النجمة الكبيرة لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يمكن زي ما قال لنا امبارح استاذ طارق الشناوي انه تصادف الموضوع انه بداية المهرجان او يوم الافتتاح هو يوم عيد ميلاد لبلبة. فاولا يا بختنا احنا كمشاهدين في المنطقة العربية كلنا بلبلبة ده اصلا، وخلونا ناخدها على التليفون ونقول لها اهلا اهلا اهلا، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة ومبروك على التكريم. ميرسي قوي قوي، كل سنة وانت طيب، والف شكر على المداخله دي، وانكم انا زمان كانوا بيعملوا لي عيد ميلاد وانا طفله وانا صغيره، لما كبرت ما بقاش حد يعمل لي عيد ميلاد. يعني يا دوب القرايب بييجوا كده ومعاهم الاحفاد ويهزروا معايا وكده، لكن في اغلب الاوقات ما كانش بيتعمل لي عيد ميلاد. كنت ممكن يوم عيد ميلادي اكون بشتغل، اكون بصور، يعني ساعات في التصوير كانوا يفتكروا ان عيد ميلادي. هو انا اتولدت يوم 13 الساعة 12 بالليل، يعني انا ما بين 13 و14. ايوه في النص. يعني اللي انا استغربت له، ما اصل والدتي كانت زي ما انا قلت كانت في السينما. وهي حامل فيا. فحست بالاوجاع زي ما انا قلت في الحفلة. فلحد ما راحت المستشفى واتولدت كانت الساعة 12. فوالدي سجلني يوم 14، لكن هو عايز انا اتولدت 13 يوم 13 الساعه 12 بالليل. فتسجلت يوم 14 الصبح بالظبط. المهم يعني انا ما بين، بس احلى حاجه ان المهرجان في نفس توقيت، دي اول مره تحصل لي. ده قدر، وكانه كل الدنيا عاوزه تحتفل بيكي. تصور كانت مفاجاه لما لقيت الجمهور كله اللي في الصالة بيغني هابي بيرثداي تو يو، اتأثرت برضه. بس أنا فرحت إنه لما اتكلمت على والدتي، أنا دايماً لما أتكلم على والدتي أتأثر. طبعاً. فكنت بقول لنفسي يا رب لو اتكلمت عليها ما تأثرش المرة دي. ده أنا واخدة جايزة كبيرة ومش مفروض إن أنا أتأثر. لكن غصباً عني، لأن كانت أمنيتي إن أنا آخد في مهرجان القاهرة بالذات. وانا بقول غصب عني عينيا لمعت كده، فالناس بكت في الصاله بعضهم. فطبعا انا قلت يعني هختم طلعتي دي والناس يعني متاثره. فحتى الاستاذ حكيم ما كانش عارف ان انا عيد ميلادي. لا انا قلت له اكيد كان عارف. أقول لك لا، ده انا قلت له ده انا كده اقول لك، وجيت عند الميكروفون فهو سمع مع الناس، عشان كده ابتدى يضحك. يعني قعد يضحك والناس قعدت تضحك. فهو فعلا لان مامتي كانت غاويه قوي قوي السينما. لا هو العيله غاويه سينما، ده باين يعني. ال 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 يعني امي بالذات، لا مش اخواتي، لا انا قلت اخر واحده. انا ترتيبي الاخر. طيب اشمعنى انت اللي حبيتي السينما والفن للدرجه دي؟ انا مش دارياها بنفسي، بس انا اتقال لي ان انا لما كان عندي 3 سنين كنت بعمل حاجات غريبه في البيت. كنت بقلد عمتي لما بتمشي من غير حد يقول لي حاجه. كنت بقلد الراجل اللي بيمشي بالفول الصبح يقول الفول اللوز. هم بيقولوا لي ان انا كنت بقلد اي حاجه اشوفها، بس انا مش واعيه لنفسي. يعني انا لما ابقى عندي 5 سنين انا مش فاكره ازاي مثلت، بس يوم ما ابتديت اجمع نفسي وابتديت احس ان انا بني ادمه وابتديت احس باللي حواليا، لقيت كان في اضاءه في وشي وكان في مخرج بيوجهني
ولقيت حفله عبد الحليم حافظ وانا على المسرح وبقلد الفنانين. هو ده اللي انا حسيته، لكن انا موهبتي بدات بدري واهلي ابتدوا يحسوا بالموهبه دي. طفلة كان عندي 3 سنين وبعمل حاجات غريبة وبغني، وبعدين يحطوا لي مزيكا ابتدي ارقص عليها، فجأة يغيروا المزيكا عشان يشوفوا انا هعمل ايه، اروح انا كمان مغيرة. يعني بصي انا هقول لك على حاجة، يعني يمكن انا حظي غير الجيد ان احنا ما اتقابلناش ولا مرة، ودي حاجة بتقول لي ان حظي وحش قوي، لان انا بجد بحبك قوي. أنا قابلتك بس كان في مناسبة مرة، وكنا في مناسبة وكان سلام كده على الطاير زي ما بيتقال، لكن ما تقابلناش قعدنا نتكلم، لأن أنا حقيقي أنا بكلمك بجد بقى من قلبي، أنا طول الوقت عايز أعمل معاكي لقاء. ليه بقى؟ لكل الأسباب الممكنة، يعني أنا بحبك إنسانيا جدا جدا، والحاجة التانية أن أنا طول الوقت كنت مشغول بأنه إحنا عندنا عدد قليل قوي في مصر في الفنانين اللي بيعرفوا يعملوا كل حاجة، يعني أمثل، أعمل استعراض، أقلد، أغني، أرقص، أي حاجة. العدد قليل، فلما وده سبب رئيسي في أن أنا بجد عاوز أقعد معاكي ونعمل لقاء أو دردشة أو حتى ما تتصورش، حقيقي أنا إنسانيا ما بقاش ده فارق معايا، أنا عايز أقعد مع نونيا، يعني بجد عايز أقعد أتكلم وعايز أسمع، مش أتكلم، عايز أسأل وأسمع. يعني أنا مثلا كنا مبارح بنجيب في سيرتك على الهواء مباشرة أنا والأستاذ طارق الشناوي، أنا من الناس اللي بتحب لك كل حاجة، وبالمناسبة أنا شفت كل الحاجات بتاعتك كلها بدون استثناء، بما فيها الحاجات اللي كانت بتطلع على شاشة التلفزيون أما كنت بتقلدي وتعملي استعراض بعيدا حتى عن السينما، فأنا للدرجة دي بحب لبلبة، بحب نونيا، ربنا يخليك. بس أنا مدمن فيلمين، عصابة حمادة وتوتو وليلة ساخنة. شوفي الاتنين عكس بعض، حاجة منتهى الكوميديا وحاجة منتهى التمثيل والميلو دراما والإنسانية. أيوه فعلا. بتعملي كده ازاي؟ وتوتو كمان انا بحبه، فيلم حلو، وبحب برضه ليله ساخنه، الاثنين يجننوا. ليله ساخنه انا ما كنتش متاكده من نجاحي. ليه؟ لان الاستاذ عاطف الطيب الله يرحمه المخرج المبدع العظيم، كانت مفاجاه للجمهور ان انا كنت بضحك الناس، عندي افلام كتير وانا بضحك. ازاي اطلع في حاجه ما بقاش فيها ضحك؟ أنا نفسي كنت خايفة إن ما نجحش أو الناس ما تتقبلش ده، لكن مش قادرة أقول لك قد إيه كان في نجاح، وقد إيه عدد الجوائز اللي أنا خدتها لفيلم واحد 13 جايزة. صحيح. أنا خدت بجنة الشياطين 3 جوائز كأحسن ممثلة، خدت بخلي بالك من جيرانك 2 جايزة كأحسن ممثلة، خدت بالنعامة والطاووس 3 جوائز أحسن ممثلة، لكن أول مرة فيلم أخد فيه 13 جايزة بره وجوه، يعني من كيب تاون جنوب أفريقيا ومن باريس معهد العالم العربي، ومصر بقى جوائز كتير قوي قوي. صح. فأنا أنا نفسي يوم ما عرضوا الفيلم من المعمل اتعرض في مهرجان القاهرة أيام ما كان رئيس المهرجان الأستاذ سعد الدين وهبة الله يرحمه. الله يرحمه. فأنا من خوفي ما كنتش شفت ولا لقطة من الفيلم، لأن الفيلم حتى ما فيهوش دوبلاج. كله في الشوارع. فقعدت آخر صف في السينما علشان لو خلص الفيلم ما عجبش الناس أهرب وأجري على بره. لكن اتفاجئت إني لقيت الناس كلها سقفت وانا بشيل الشنطه برجلي وبشيلها على كتفي، ابتدى التسقيف في الصاله لحد ما خدت الشنطه وبصيت لنور الشريف فوق ومشيت تاني، والفجر طلع والمترو عدى. كان في تسقيف، وجم بقى الصحفيين والنقاد اتلم حواليا وخدوني على المسرح. فدي كانت مفاجأة. بس الأستاذ عاطف الله يرحمه قال لي لما أنا كان بيعمل مونتاج، فطلبوا مني إن في حتة عربية عدت بفريلا كده، فكنت بصوت فقطعت الصوت،
لما قطعت الصوت احتاجوني اروح اركب صوتي من غير صوره. اوكي. يعني اصور ثلاث صوتات عشان يركبوها. فابتديت لسه بصوت لقيت الاستاذ عاطف دخل كان بيمنتج في مركز المونتاج. فقلت له وانا مكسوفه قوي كنت بخاف منه، استاذ عاطف حضرتك ايه رايك؟ انا كويسه يا ترى حضرتك راضي عني؟ بص لي كده وقال لي انت هتاخدي عده جوائز. يا عيني. اه والله. وبعدين هو ابتدى فيلم تاني اسمه جبر الخواطر، ودخل يعمل عملية قلب واتوفى الله يرحمه. فيعني ما شافش كل الجوائز دي، وما شافش الفيلم لما نزل نزل يتيم، ما كانلوش مخرج. وكل المهرجانات دي كنت بروح انا والاستاذ نور الشريف الله يرحمه بدل المخرج، لان كان هو اتوفى الاستاذ عاطف. طبعا قلت لي جمله كنت بخاف منه، بس احنا انا عايز بجد نقعد عشان هتحكي لي بقى ليه كنت تخافي من عاطف الطيب. ده بالنسبة لي معلومة جديدة. انا عايز الاول اقول لك تاني وتالت وعاشر كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة، ومبروك الف مرة على التكريم اللي تستحقيه من زمان. ويعني انا احساسي انه قدرتك الفنية دي علشان روح الطفلة اللي عندها 5 سنين لما اول مرة مثلت، ونضج النجمة الكبيرة وتراكم خبراتها، عشان كده أنتي لبلبة، عشان كده احنا كلنا بنموت فيكي. ده بجد ربنا يعني. ربنا يخليك أستاذ يوسف، ميرسي قوي قوي. أستاذ إيه، ما تقوليش أستاذ. على الكلام أرجوك. الحلو ده. أشكرك، ربنا يخليكي، نورتينا وشرفتينا بصوتك، لحد ما هنقابلك أكيد إن شاء الله قريب جدا 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 جدا.